Unit 5, Lesson 5, Representing Data Using the Biographs. What is a biograph? A biograph is a circle divided into scales and sectors. It's a simple way to show the size or the fraction that represent each item relative to the whole pie. هنا عندي البيوغراف ده عبارة عن circle بقسمها لsectors أو بتكون عبارة عن fractions. وده بيكون الشكل بتاعها اللي موجود قدامنا. To find the fractions that represent each item as follow. The fractions that represent the item A equal the value of item A over total value of all items. هنا عشان اكتب الفراكشن بكتبه ازاي؟ بكتب الفاليو بتاعة الايتم A على التوتال. Complete. The colored sector represent of a circle. عندي مجموعة circles وعايزة أشوف الفراكشن بتاعها أكتبه إزاي. فأول circle عندي متلون جزء واحد من اتنين. فالفراكشن هيكون 1 over 2. السيركل اللي بعدها عندي متلون جزء واحد. لو أنا قسمت circle هلاقيها 4 section. فهنا متلون جزء واحد من الفور. فهنا الفراكشن هيكون 1 over 4. آخر circle عندي هلاقي جزء واحد بس متلون من 3. يبقى الفراكشن هيكون 1 over 3. Exercise. An employee spends his salary as follow. LE 200 for clothes. LE 800 for food. LE 400 for transportation and medicine. LE 200 for returning and apartment. Graph the data on the opposite circle. هنا عندي السالري متقسم لمجموعة حاجات. عايزين نحط كل حاجة في السكشن بتاعها. انا مينفعش اخد كده واحط بمزاجي، لا، في الاول انا هحولها لفراكشن وعلى اساس الفراكشن هعرف كل حاجة مكانها فين. هنا عندي السالري كله على بعض equal 1600 لما انا عملتهم بلس على بعض. اول حاجة الكلوز الفاليو بتاعتها كانت 200 over total 1600 equal 1 over 8. الفود الفاليو 800 over total 1600 equal 1 over 2. الترانسبورتيشن اند ميديسن الفاليو كانت 400 over total 1600 equal 1 over 4. الرينتنج equal الفاليو 200 over total 1600 equal 1 over 8. كده الفراكشنز عندي جاهزة أقدر أحطها في السيركل بتاعتي حسب التقسيمة بتاعتها. فلاقي أكبر حاجة الفود اللي هي إيكوال هاف هحطها طبعا من تحت. أما الجزء اللي فوق متقسم لثلاث أجزاء هلاقي الجزء الأكبر اللي هو في النص اللي بلون أورنج ده هحط فيه الترانسبورتيشن أند ميديسن لأن هو إيكوال كوارتر أكبر من كلوز ورينتنج. هلاقي كلوز ورينتنج إيكوال 1 أوفر 8 فمش هتفرق هكتب أي واحدة فيهم في أي جزء حسب ما موجود قدامنا في الشكل. A librarian made an inventory of the book in his library and their types he found the following. Quarter of books are religious, quarter of books are literary, quarter of books are scientific. Graph that given data using a biograph if the total of books was 800. Find the number of each type of books. هنا عندي في المكتبة عندهم مخزون من الكتب فعمل زي إحصاء كده لقيوا إن الكوارتر أوف بوكس ريليجيوس والكوارتر ليتري وكوارتر ساينتفك مع إن التوتال كله بتاع البوكس 800 فعايز يعرف النمبر أوف بوكس كل نوع معين من الكتب ده الكتب فيه بتاعته قد إيه. هنا هلاقي the number of religious book equal 800 times quarter equal 200 books. هنا كانت النسبة بتاعة religious book quarter والtotal 800 فلما يديني الفراكشن والtotal بعملهم times فبلاقي ان عدد الكتب religious equal 200 books.
the number of lottery box equal 800. كانت الفراكشن بتاعه كوارتر، فهعمل 800 times quarter equal 200 box. نفس الطريقة هجيب the number of scientific books equal 800 times half equal 400 books. يبقى أنا في الجزء ده أنا باخد التوتال كله 800 في النسبة بتاعت الكتب، كانت religious quarter فعمل times quarter، literary كانت quarter عمل times quarter، scientific كانت half فعمل times half، فاداني إن religious 200، literary 200، scientific 400 books. برسمها في الباي جراف اللي قدامي ده، طبعا هما توتال 800 نصهم اللي هي ال 400 ساينتفك، فقسمت السيركل زي ما موجود قدامي، النص اللي تحت كتبت فيه ساينتفك والجزء اللي فوق قسمته نصين لان هما ايكوال اللي هو الريليجيوس والليتري.